السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الأول في مدارس هبة الله. اليوم يا أول رح ناخد اللام القمرية واللام الشمسية. قبل ما نبلش يا أول بدنا نتعرف على ما هي اللام. اللام عبارة عن حرفين، هم حرف الآ والإل، الألف واللام نقرأهم مع بعض تصبح لام، ال نلفظها ال. إذا ال هي عبارة عن حرفين، حرف الآ وحرف الإل، نقرأهم مع بعض ال. الآن يا أول ال عنا بالنسبة للال اليوم نتعرف على نوعين من أنواع ال، اللي هي ال القمرية والال الشمسية. هلأ كان في عنا إخوان اثنين اللي هم القمر والشمس. القمر والشمس كانوا يلعبوا مع بعض، كانوا يلعبوا مع حروف اللغة العربية. فإيش اختلفت الأل القمر صارت بدها كل حروف اللغة العربية إلها، وفي نفس الوقت شمس برضه صارت بدها حروف اللغة العربية كمان كلها إلها. اختلفوا بيناتهم وقرروا يذهبوا إلى حكيم الحروف عشان يفصل بيناتهم. فراحوا لحكيم الحروف حكوا له مشكلتهم إنه كل واحد بده الحروف كلها إله. فحكى لهم حكيم الحروف ما تزعلوا من بعض، رح نقسم حروف اللغة العربية 28 حرف، رح أقسمها بيناتكم بالتساوي. رح أعطيك يا قمر 14 حرف ورح أعطي أختك شمس 14 حرف. هيك انبسط القمر والشمس وأخذوا كل واحد منهم 14 حرف. قبل ما نتعرف على الحروف اللي أخذها قمر والحروف اللي أخذتها شمس، بدنا أول إشي نتعرف يا أول على الحروف القمرية اللي أخذها قمر ونشوف شو الاختلاف بين الحروف اللي أخذها قمر والحروف اللي أخذتها شمس. الآن قمر، انتبه معاي لكلمة القمر، انتبه معاي يا أول لكلمة القمر. هاي بنسميها القمرية. هلأ شو ميزاتها القمرية؟ بإيش بتختلف عن الشمسية؟ القمرية يا أول إشي تكتب، لازم أكتبها. شوف في كلمة القمر هينا كتبنا ال، تكتب وتلفظ، بقرأها القمر، قرأتها لفظتها وعليها سكون. دائما يا أول ال القمرية بحط على اللام سكون، تمام ماما؟ إذا ال القمرية تكتب وتلفظ وعليها سكون، هاي ميزت ال القمرية. طب خلينا نشوف مين هي الحروف اللي أخذتها ال القمرية. أخذت الهمزة والإب والإج والإح والإخ والإع والإغ والإف والإق وحرف الكاف وإم وإه وأو وإي. هاي الحروف اللي أخذتها اللي أخذها القمر 14 حرف، سميناها باللام القمرية. هلأ أي كلمة تدخل عليها اللام وبيجي بعدها هاي الحروف يا أول اللي هم الهمزة والإب والإج والإح والإخ والإع والإغ والإف والإق والكاف والميم والهاء والواو والياء، بسميها القمرية. وحكينا شو ميزتها القمرية، فإيش بتختلف عن الشمسية؟ إنها تكتب وتلفظ وعليها سكون، بيكون على ال سكون. خلينا ننتقل طبعا بعد شوية أول رح أعطيكم كلمات تميزوا ال القمرية والشمسية. خلينا نيجي الآن للشمس، بدنا نتعرف على الأل الشمسية وبإيش بتختلف عن الأل القمرية ونشوف مين الحروف اللي أخذتهم الشمس. الآن يا أول اللام الشمسية اللي هي شوف اللي كلمة الشمس، الشمس، شوفي أول كيف أنا لفظتها الشمس. أول إشي يا أول ال الشمسية تكتب لكن لا تلفظ. شوف أنا لما قرأت الشمس قرأت أ والإش وراها مباشرة، الشمس، ما لفظت الأل، تمام يا أول؟ إذا تكتب لا تلفظ، الحرف الذي يأتي بعد الأل الشمسية دائما مشدد، عليه شدة، شايفوا يا أول؟ دائما الحرف بيكون مشدد عليه شدة. هاي اللي بتميز أل الشمسية عن الأل القمرية. إذا أل الشمسية تكتب لا تلفظ، الحرف الذي يليها مشدد، لازم الحرف اللي بيجي بعديها يكون دائما عليه شدة، تمام يا أول؟ هلأ رح نتعرف على الحروف اللي أخذتها اللام الشمسية. أخذت حرف إت إف إد
إذ إر إز إس إش أص أض أط أض ال إن. هاي الحروف الشمسية إذا يا أول إجت عندك الأل وإجا بعدها هاي الحروف بتكون أل الشمسية. طبعا أنت بتقدر تميز أل الشمسية أول زي ما حكينا من القمرية، إذا كانت اللام ساكنة إذا هي قمرية، إذا كانت الحرف اللي بعد الأل مشدد إذا هي شمسية. إذا ما بدك تحفظ الحروف بتميزهم من خلال زي ما حكينا أل القمرية دائما اللام ساكنة، أل الشمسية دائما الحرف اللي بعدها مشدد. الآن رح ناخد مع بعض كلمات ونميزها نشوف أل شمسية ولا أل قمرية. الآن يا أول انتبه معي للكلمات الموجودة عنا، في عنا كلمات مجموعة كلمات وفي عنا أل قمرية وأل شمسية، بدنا نوصل كل كلمة مع الأل المناسبة لها، طبعا كلهم عليهم أل. طبعا هلأ يا أول انتبه، إذا الأل اللام ساكنة إذا بدها تكون أل قمرية على طول، إذا الحرف البعد الأل مشدد على طول تكون أل شمسية. خلينا ناخد الكلمة الأولى، كلمة المعلم. المعلم، انتبه يا أول كلمة المعلم، الأل انتبه عليها سكون، إذا على طول رح أعرف إنها أل قمرية، بوصلها مع الأل القمرية. طب نيجي لكلمة البستان. البستان، طلع يا أول لفظتها عليها سكون، إذا برضو هي أل قمرية. الطيار. الطيار ما لفظتها يا أول والحرف اللي بعدها مشدد، إذا هي أل شمسية، بنوصلها مع أل الشمسية. التفاح. التفاح، إذا يا أول انتبه، التفاح ما لفظنا الأل واللي بعدها مشدد، من الشد بعرف إنها هي أل شمسية، إذا بوصلها مع أل الشمسية. الآن نأتي لكلمة الحقيبة. الحقيبة على طول أول شو عليها لفظتها وعليها سكون، إذا هي القمرية، إذا بوصلها مع الأل القمرية. نيجي على كلمة الرسام. الرسام، شدة على طول يا أول هي رح نعرف من الشدة إنها هي الشمسية. البحر. البحر لفظت الأل وعليها سكون، إذا هي القمرية. الشباك. الشباك، انتبه يا أول ما لفظت الأل وفي عنا شدة، إذا هي الشمسية. الآن رح ناخذ يا أول تحليل الشدة، عفوا تحليل الأل، كيف بحل الكلمات فيها القمرية والشمسية. الآن يا أول رح نقوم بتحليل الكلمات الموجودة عندك في على السبورة. انتبه معي للكلمة الأولى، كلمة الحوت. الحوت، هلأ عنا حرف مع حرف ساكن على طول يا أول نكتبهم مع بعض، ال حو، عندك حرف مع حرف مد مع بعض تو، الحوت. الآن نأتي للكلمة الثانية، الصابون. الصابون، عندك الأس يا أول مشددة على طول برجحها لأصلها، عبارة عن أس ساكنة وأس المفروض أنه يكون عليها فتحة، بس لأنه إجا وراها حرف مد إحنا ما بنحط الفتحة. هلأ كيف بدي أحللها؟ أص بحلل الأل مع الأص الساكنة، لأنه إحنا حكينا تكتب ولا تلفظ، إذن بحلل أص، هاي هالأص الأولى بتطلع مع الأل يا أول، بعدين صا الأص الثانية مع حرف المد، بعدين عندك بو حرف وحرف مد، بعدين عنا نون الصابون. الآن نأتي للكلمة التالية، الماء. عندك ال حرف وراء حرف ساكن مع بعض، ما حرف مع حرف مد، بعدين عنا او الماء. الآن نأتي للكلمة الأخيرة، الدار. انتبه يا أول عنا شدة على طول بنرجع الحرف، عبارة عن اد ساكنة وإد المفروض إنها متحركة بالفتح، بس لأنه زي ما حكينا يا أول إجا وراها حرف مد لهيك إحنا ما بنحط الفتحة. هلأ منحللها، أد على طول شفت كيف لفظتها أد، إذا الأل مع الإد الساكنة، بعدين دا الإد مع حرف المد، بعدين رو الدارو.
ويعطيكم ألف عافية.